والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم. فاتني عدة رسائل في الفيس والواتساب والهاتف عن كيفية علاج صحة تعطيل الزواج وكيفية فك المربوط. اليوم سأقوم بالشرح والتفصيل. الطريقة المشهورة في أوراق السدر فهي كالتالي: نأخذ على بركة الله تعالى سبع أوراق من أوراق السدر، نأكل 2 3 4 5 6 7 أوراق، 6 أوراق تكون غير مقطوعة، 6 أوراق، 7 أوراق من أوراق السدر، ونأخذ حجرتان من حجر واد، يعني يكون ماءه جاري، لأن الحجر يكون طاهر ونقي. ونأخذ هذا أوراق وتدق بين حجرتين كما تشاهدون. نأخذ حجرتان من واد، ليس هذا إنما هذا مثل حجر هكذا، وتدق جيدا بين حجرين من حجرات الواد، وتنقع في 7 لترات من الماء، ويستحم بها الوساط بسحر تعطيل الزواج أو سحر الربط. فهذا هو قبل الاستحمام، فيجب قراءة الآيات وما تيسر من الذكر الحكيم على الماء، المعوذتين، آيات الكرسي، القراقل، وأواخر البقرة، آيات إبطال السحر، آيات العين، آيات الحسد، ما تيسر من الذكر الحكيم، ويغتسل ويغسل بها المصاب، وتعاد العملية كل أسبوع إلى الشفاء إن شاء الله. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، ونشكركم.